ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنتر؟ الواد ده اكيد اتجنن. انا قلت لكم من الاول الواد اللي اسمه حربي ده واد مش سهل وباصص لفوق قوي. خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ عادي جدا. الواد اللي اسمه حربي ده انا هجيبه وهعلقه من رجليه هو وصاحب اللي اسمه زيني. وهقطع من جتاتهم حتت لغايه ما يقروا ويعترفوا ويقولوا البضاعه راحت فين. وما جالوش. في الحاله دي بقى يبقى هم اللي جابوا لنا نفسيهم. هخلص منهم وبكده ابقى خلصت عليهم. يا سلام، وال 25 مليون جنيه اللي ضاعوا علينا هتجيبهم منين بعد ما تخلص عليهم؟ اهو ده بقى عنتر اللي انا كنت خايف منه، ان الواد ده ياكل عقلك وياخدك في صفه. ياكل عقل مين؟ ياكل عقل مين؟ من عنتر الشندويلي محدش ياكل عقلي. وبعدين مين السبب في اللي احنا فيه ده كله؟ مش رشوان بيه؟ عايز ياكل كم ألف جنيه على الولية اللي اسمها انشراح ديت؟ انهم احنا نغرم ايه؟ 25 مليون جنيه. اشرب اشرب يا اخوي. عاجبك الكلام ده؟ ما تقول حاجة يا اخي. جرى يا رشوان، جرى يا عنتر. هو احنا جايين نتخانق ولا جايين نشوف حل المصيبة اللي احنا فيها دي؟ انا قلت اللي عندي عشان ما تقولوش ايه ان انا بلعب من وراكم. يا عزام، هنخلص من المصيبة دي ازاي؟ يا عنتر، هو مش الباشا الكبير رمى الموضوع في حجرك انت وقال لك اتصرف. ما تتصرف يا عنتر، شوف هنعمل ايه علشان نخرج من الورطه اللي احنا فيها دي. والله انا بقول يعني نتصل بعقل بيه ونقول له ونشوف يعني رايه ايه. ايه سكتتم يعني؟ خلاص يا عنتر خلاص، اتصل انت بعقلي وبلغه بطلبات حربي وشوف هيقول لك ايه. عارف الساعة كام دلوقتي يا أخي؟ معقولة يا عدلي حتى آخر الليل تليفونات؟ ثانية واحدة، ده شغل يا هانم شغل. نامي 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 أنتِ. أيوه أيوه عنتر. حربي. ماله حربي؟ له طلبات صعبة قوي. طالب إيه؟ بتقول ايه يا عنتر؟ انا بقول لسيادتك اللي حرب قالهولي. ده كده يبقى المسألة تعقدت قوي. ما عشان كده انا طلبت سعادتك، اخد رأيك يعني. اسمع يا عنتر، هو رشوان وعزام جنبك؟ ايوه جنبي هنا. اقول له حاضر حاضر مع السلامة. ها قالك ايه؟ طالب يجابلنا بكرة الظهر في مكتبه. وش معنى يعني الظهر؟ طبعا اكيد هيتصل بالباشا الكبير الصبح ويقول له حرب عمل ايه وبعدين ياخد منه التعليمات. طب رأيك بقى ان الباشا الكبير مش هوافع على الكلام ده ورأيه هيكون من رأيي، ومش بعيد كمان انه يطلب مننا ان احنا نخلص من العيال دي وبدون اي رحم. عايز افهم انت مضايق نفسك ليه دلوقتي؟ عليا النعمة البت دي قاعده طلعت دماغها اكبر منك وبتفهم عنك كمان. عم شوف نفسك وخليها تشوف نفسها، ولما الكيكه تطلع معاك على العالي بقى اعمل اللي انت عايزه. دعاء دي غير دنيا خالص يا حربي. دي ملهاش في جو الكباريهات ولا نزلت الزباين. يا عم هي عارفه بتعمل ايه كويس. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الست لو عايزه تعمل اي حاجه هتعملها، حتى لو قافل عليها بمليون قفل. ولو ملهاش مزاج والله لو في وسط مليون راجل ما حد يقدر يغصبها على حاجه. روق زين روق كده وفكها. مش هعرف يا حربي، مش هعرف غير لما اخرجها بره الكباريه ده خالص. يا دي دعاء وسنين دعاء اللي هتجيبنا ورا دي يا زين. بحبها يا اخي، بحبها يا حربي. انت عمرك ما حبيت يا اخي؟ حبيت؟ ما انا بحب اهو يا ابني.
بحب دنيا وبحب انشراح وبحب اي ست حلوه تقف في طريقي. بس اقول لك على حاجه، ولا واحده فيهم تقدر تخلي حالتي زي حالتك كده. انت عمرك ما حبيت يا صاحبي. خرب عقلك يا دازين، ساعات دماغك بتبقى كبيره وتقول كلام يوجع. صباح الفل، صباح الهنا، أؤمر يا باشا. حرب المهدي أبو العنين، ألاقيه فين لو سمحت؟ الكوماندا؟ لا، حربي. ما هو حربي يبقى هو الكوماندا بتاع المنطقة دي كلها. طيب، والكوماندا ده بقى ألاقيه فين؟ لا هو لسه ما نزلش لحد دلوقتي، ممكن تلاقيه عند زين في العشا. عشا؟ طب والعشا دي وصلها إزاي؟ حربي. يا حربي. حربي. يا زفت. في ناس عايزينك بره. ناس مين؟ الصحفية دي اللي كانت موجودة يوم دفنة عم رزق الله يرحمه. أماني؟ مؤاخذة معلش، يعني المكان مش قد المقام. ثواني بالظبط وحربي هيكون عندك. ما جبلكيش كده كوبايه شاي تعدلي بيها دماغك؟ متشكره. الصحافه منوره خط عزيزه. ميرسي. ايه؟ اسفه، متشكره. صباح الخير يا انسه امانه. خليكي زي ما انت، خليكي قاعده مستريحه، خليكي قاعده. اتفضلي. جرايه بركه، ما عملتش شيء للانسه امانه. ما انا قلت لها صدقني، وهي اللي قالت لي فرسيه. طب ينفع كده يعني؟ معلش يعني تيجي لحد عندنا وما نضيفكيش؟ متشكره يا حربي، بس انا مش جايه اتضايف، انا جايه في شغل. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش ولا حاجه، بس يعني ده واجب. اعتبره حصل. ايه الهيصه والزنبق؟ يا نهار اسود ونايل ب60 نيله. مش تقول لي يا ابني ان احنا عندنا ضيوف؟ ده زين. الانسه اماني الصحفيه. اي عارفها. ازيك يا زين؟ انا كويس. طب بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نقعد على القهوه على يعني ما يظبطوا نفسهم. احسن برضه. اتفضلي. وانت مش تقول لي ان في حد هنا؟ طب انا اعمل لك ايه يعني يا زين؟ ادخل لك في الحلم؟ انا عارف لك هتقول لي وخلاص. يلا قوم فز، اعمل لي كوبايه شاي تقيل على مجهز.